حلقة جديدة من قصص الحيوان في القرآن الكريم. عن من سنتكلم اليوم يا ترى أيها الحكيم؟ ما رأيك يا طفلتي الذكية أن نتكلم اليوم عن قصة بقرة بني إسرائيل؟ رائع، أريد أن أعرف أكثر عن هذه القصة. قصة بقرة بني إسرائيل من القصص التي تحدث عنها القرآن الكريم. سورة البقرة ثاني سورة في المصحف الشريف، تسبقها سورة الفاتحة وتليها سورة آل عمران، وهي أطول السور إذ أنها تقع في جزئين وأكثر، وعدد آياتها 280 آية، وهي سورة مدنية. وسورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية، ويطلق عليها اسم قسطاط القرآن، وفيها آية الكرسي. صحيح، وسميت سورة البقرة بهذا الاسم لأنها تورد قصة بقرة بني إسرائيل، كما تضم الكثير من الأوامر والأحكام والنواهي. بقرة بني إسرائيل. كان لأحد الرجال الصالحين من بني إسرائيل بقرة يربيها ويرعاها ويحافظ عليها كي تظل من بعده لابنه، وكان يذهب بها إلى المروج الخضراء كي ترعى ويدعو الله قائلا: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر. ولما مات الرجل بقيت هذه البقرة من بعده لابنه اليتيم، وبقي يرعى البقرة كما كان يرعاها أبوه من قبله. وكان في بني إسرائيل رجل يملك مالا كثيرا ويعد من وجوه بني إسرائيل، أعطاه الله المال والغنى، وكان له ابن وحيد ورث كل شيء عن أبيه، فحسده أبناء عمومته على هذا المال لأنه لم يكن لديهم مثله، فتجمعوا عليه وقتلوه، وأشاعوا أن قوما آخرين هم الذين قتلوه، وراحوا يطالبونهم بدمه. وعند وقوع هذه المشكلة الكبيرة لم يجد القوم أي ملجأ لهم إلا أن يذهبوا إلى النبي موسى عليه السلام كي يحتكموا إليه، فسألهم موسى عن الأمر، فأمرهم أن يأتوا ببقرة ويضربوا الميت بلسانها فيحيى ويخبروا بمن قتله. ظن بنو إسرائيل أن موسى عليه السلام يستهزئ بهم فراجعوه في هذا، فقال لهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولو أنهم أطاعوا موسى عليه السلام وذبحوا البقرة لكان كافٍ، لكنهم أخذوا يسألونه عن صفات البقرة التي يجب أن يذبحوها، وكلما كانوا يزدادون بالأسئلة يزداد الوصف تعقيدا، ولم يجدوا بقرة بالمواصفات المطلوبة إلا بقرة اليتيم التي بارك الله له فيها، فاشتروها منه بالكثير من المال
وذبحوها بعد حيرة وتردد. ولما ضربوا القتيل بالبقرة أحياه الله تعالى وأخبر عن قاتله، وأصبحت تعرف بأنها بقرة بني إسرائيل. تتحدث هذه الآية الكريمة أصدقائي عن بقرة بني إسرائيل، ففي هذه الآية توبيخ للمخاطبين من بني إسرائيل لأنهم لم يطيعوا أمر الله تعالى الذي أمرهم أن يطيعوا الأنبياء عليهم السلام. وحين قال موسى عليه السلام لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأجابوا قالوا أتتخذنا هزوا، والهزو هو السخرية. بهذا ظنوا بنبي الله ظن السوء، وما كان عليهم أن يظنوا هذا بنبي الله حين أخبرهم أن الله تعالى يأمرهم بذبح البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، أيها الحكيم. والعبرة منها فلا تكثر الكلام فيما لا يفيد، ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكان أيسر لهم. واعلموا أن الله تعالى يظهر الحق ولو بعد حين، وأن الباطل مهما طال لا بد أن ينتهي. وبهذا انتهت قصة بقرة بني إسرائيل. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.